دي لحظة مهمة جدا في تاريخنا. جامع، كنيسة، مسلم، مسيحية، قرآن، إنجيل، آذان، ترانيم. أشهد أن لا احنا واحد وهنفضل واحد. مصر التسامح، مصر التعايش، شجرة المحبة اللي احنا غرسناها مع بعض نخلي بالنا منها ونكبرها لغاية لما ثمارها تخرج من مصر للعالم كله. مصر المواطنة، مصر نسيج واحد. وكل سنة وانتوا طيبين، وتحيا مصر، تحيا مصر، تحيا طيبين. كل سنة وشعب مصر كله بألف خير. أيام بسيطة جدا وهنودع سنة من عمرنا ونستقبل سنة جديدة على أبواب العيد الميلاد المجيد. كل مصر بتحتفل، المسلم والقبطي. دايما معروف عن الشعب ده إنه شعب عظيم فعلا، كل لحظة في التاريخ سجلت ده. معروف إن إحنا في بلادنا واحد، معروف ان احنا بنعيش على ارض المحبة والسلام والرخاء والوفاء مع بعض. شعب كل العالم مدرك وعارف ان هو شعب متماسك وقوي للنهاية رغم انف كل الحاقدين. شعب بيحب من قلبه، بيعيش كل احزانه ومناسباته وافراحه مع بعض، مسلم وقبطي. فكان لازم اجي مكان اثبت منه الولاء والجمال ده، فجيت دير الأنبا سمعان. اخترنا المكان ده لأنه جواه قلب مصر، قلب القاهرة، قلب عاصمة جمهورية مصر العربية، جوهرة فنية موجودة جواه قلب الجبل. جينا علشان نشارككم أسعد وأجمل اللحظات اللي دايما بنراهن عليها أجيال ورا أجيال. كان أروع ولا أجمل من دير القديس سمعان الخراز نعيد بيه على مصر كلها. مصر الدولة القوية، قوية بشعبها اللي انصهر مسلمين ومسيحيين وشالوا في قلوبهم كل الوفاء والرحمة والتسامح لبعض. مصر دولة كبيرة وغنية بأجيالها اللي استلمناها كده من أبائنا وهنسلمها لولادنا. الدير اللي أنا فيه ده مساحته 1000 متر، عبارة عن مجمع كنايس منهم الكاتدرائية للسيدة العذراء وكنيسة الأنبا بولا وكنيسة ماري مرقص وغيرها كتير جدا.
في قاعة كبيرة جدا ممكن تتحمل فوق 2000 زائر للقديس سمعان اللي أنا فيها دي. نورني ومشرفني لما نتكلم بقى عن القديس سمعان الخراز، يتكلم عنه أبونا سمعان، نورني ومشرفني. كل سنة وحضرتك طيب. نورتونا وانتم بخير وبسلام ومصر كلها. وأنا جاي أتكلم مع حضرتك سألتك سؤال بسيط جدا، يا أبونا هنبدأ منين؟ قلت لي ما تقلقيش، سيبي ربنا اللي يبتدي بينا. صح. تفضل. عايد بقى على المصريين وعايد على مصر. صح. في البداية كده، وعايز أسمع صوت حضرتك ودعواتك لينا والمصر. ربنا معاك ويبارككم ويستخدمكم الخير مصر وشعب مصر. نحن مصريين جميعا، وأنا الحقيقة دايما أقول إحنا مصريين، ما احناش مسيحيين ومسلمين ولا مسلمين ومسيحيين، نحن مصريين. وده شيء جميل الله. جدا ان نكون لنا الهدف الواحد هو خير مصر ومصلحة مصر. وبنشكر ربنا جدا من اجل رئيس مصر سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، اللي ربنا استخدمه في مصر لخير مصر وبنيان مصر وعظمة مصر، أظهر تاريخ مصر. يعني أنا شخصيا من 9 سنين زرت كوريا الجنوبية وشوفت فيها الكباري وقول يعني إيه ده شبكات كباري مش معقول وقف لا نشكر ربنا دلوقتي بنتفرج على مصر بكباريها وأنفاقها و عظمتها اللي رجعت لها، اللي هو فعلا زي بقول الريس شعب مصر العظيم رد له المجد اللي بتاعه، واصبحت مصر نموذج للعالم كله في كل شيء. اعياد داخله علينا، بنودع سنه من عمرنا فاتت، بنستقبل سنه 21 22. الاعياد داخله علينا طبعا، عياد رأس السنة الميلادية وعيد الميلاد المجيد، هو ميلاد السيد المسيح وتجسده، وأنه ظهر في الحياة كإنسان، لكن هو الله الظاهر في الجسد. وبنحتفل بهذا العيد، عيد الميلاد، يبدأ بعيد الميلاد العهد الجديد. عندنا في الكتاب المقدس العهد القديم اللي فيه الأنبياء تنبأوا عن مجيء المسيح بآلاف السنين، إزاي هتولد من عذراء وإزاي هتجسد وإزاي، وتم الكلام ده بقى في ميلاد المسيح، إنه فعلا التنبؤات كل التنبؤات اللي يقول كده هو الكتاب المقدس، كتبوا الكتاب المقدس الأنبياء والقديسون مسوكين بالروح القدس، يعني كان بيكتب فيهم كل ده روح ربنا هو اللي تنبأ، لأن مين يعرف اللي جاي غير اللي يكون إنسان نبي من الأنبياء، فكان روح ربنا بيتنبأ فيهم إن بعد كذا سنة قبلها بألفين سنة تنبأوا عن مجيء المسيح. وجاء اليوم فعلا اللي فيه تم الميلاد، زي ما الملاك جه لأمنا العذراء مريم وقال لها سلام لك أيتها الممتلئة نعمة، الرب معك، مباركة أنت في النساء ومباركة ثمرة بطنك. قال لها أنت تستحبلين وتلدين ابنة وتدعي اسمه يسوع. قالت له كيف يكون هذا أنا لا أعرف رجل. قال لها الروح القدس يحل عليك وقوة العلي تظللك والمولود منك يدعى قدوس الله. وتم الميلاد فعلا. السيد المسيح لما تولد من أمنا العذراء مريم قديسة طاهرة ما تولدش في قصر ولا في مكان محدش يقدر يوصله، تولد في مزود بقر. ليه؟ عشان ده التواضع بتاعه، ويقول تعلموا مني لأني وديع ومتواضع القلب فتجدوا راحة لنفسكم. بيعلمنا التواضع،
ولد مزر بكر، والمزوة ليأخذ منه الذبيحة. المواشي بتاكل منين؟ من المزوة. هو اتولد فيه عشان هو يكون ذبيح للعالم كله، وإشارة إلى أنه هو اللي هيخلص العالم من الخطية. علاقة كبيرة جدا بشاعر ووجدان جوا كل مصري، خلقوا لنفسهم شعار الوطن للجميع والدين لله، أو عشان أقولها صح جدا، الدين لله والوطن للجميع. يعني مسلم وقبطي ماشيين في قلوبهم هذا الشعار. الحقيقة أنا اتولدت في بلد، أنا بلدي اسمها ميتعيش مركز مدغامر، ده قهلية. أيوة. وكان يعني من ترتيب ربنا إن بيتنا لازق في بيت شيخ الجامع، كان اسمه الشيخ طه الله يرحمه. الله يرحمه. وكان صديق لوالدي جدا، والمحبة العزاء مع بعضينا، كان مسلمين أو مسيحيين، مسيحيين ومسلمين، وما كانش في حاجة اسمها التعصب أو أنا كذا وأنا كذا خالص. كان شاء راجل بنشوف فيه قد إيه راجل محب، والمحبة هي أساس كل شيء. الله. ليه؟ لأن من لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. من لا يحب لا يعرف الله. لا يعرف الله. يعرف الإرهاب ويعرف الطار ويعرف إلى آخره، لكن الذي يحب يعرف الله، من لا يحب لا يعرف الله، لأن الله محبة. مكان حضرتك قلت لي القاعة دي بتستقبل 2000 شخص. أيوة. بيجي بنحتفل هنا من العيد. العيد ده أول عيد بنحتفل بيه هنا، لأن دي كانت قاعة وبقت كنيسة فيها مذبح ورانا اهو. والقاعة دي تمثل، وعشان كده أول عيد هنعمله هنا، عشان احنا في الشتاء ما نقدرش نعمل في القدرية الكبيرة تاخد 20,000. لكن هنا تبقى ما في مسقفة زي ما انتم شايفين، وما فيهاش برد زي اللي مكشوفة هناك إلى آخره. فأول عيد هنعمله فعلا هنا. والقاعة دي تمثل قاعة في اسكندرية أو اسمها إيه بتاعة المسرح الروماني. أيوة. نفس النظام نفس الشكل حقيقي. طيب رسومات الجميلة دي قوي يا أبونا، كلمني عن جمالها وروعتها وحكايتها بقى، احكي لي القصة على الجدران دي. أول صورة أو اللي هي نقل الجبل. أيوة. ده المعز لدين الله الفاطمي، حاكم مصر في الدولة الفاطمية، ويعقوب بن كلس. أيوة. والشعب والوزراء، والبابا قدس البابا الأنبا أبرام، كان هو بطرك هذا الزمان ابن زرعة، وراه القديس معانا الخرز واقف وراه على طول، وقال له أقف وراك ما حدش يعرف عني حاجة. عظيم. ولما صلوا عشان الجبل، القصة تبدأ قبل كده بكتير. أيوة. في عهد المعز لدين الله الفاطمي، كان المعز مولع بالبلاغة والشاعر والمناظرات، فبعت لقداسة البابا، البابا أبرام، قال له يا قداسة البابا، وكان صديقه، لو تحب تيجي تعمل مناظرة مع يعقوب بن كلس اليهودي اتفضل في داري. فالبابا راح ومعاه أسقف اسمه الأنبا سويرس ابن المقفع، كان النائب بتاعه في هذا الوقت، نائب قدس البابا. وراحوا قعدوا مع المعز، وقعد المعز ويعقوب بن كلس والبابا والأنبا سويرس. قال له اتفضل يا قدس البابا اتكلم. قال له أنا مش هتكلم، اللي هتكلم الأنبا سويرس. قال له اتفضل يا أنبا سويرس. قال له هيزعل يعقوب؟ قال لا ما فيناش زعل، في حضرة الأمير المؤمنين ما حدش يزعل، كل الحرية، كل واحد يقول اللي عنده. هو سمح لكم. بالظبط. فاتفضل اتكلم. قال له هيزعل يعقوب؟ قال له لا ما يزعلش، اتفضل.
قال له في عندهم بيقول في سفر أشياء النبي صح وعدها الثلاثة: السور يعرف قانيه والحمار معلف صاحبه، أما إسرائيل شعبي لا يفهم لا يعرف. وطبعا دوكا قال له: الكلام ده عندك يا يعقوب؟ قال له: أيوة مولانا. طبعا خجل جدا ومبقاش عارف يرد يقول ايه، وانتهى الحديث. وروح البيت بقى يعقوب نيكلس دور على كتاب مقدس الانجيل وقعد يدور فيه، يدور بقى عايز يرد عشان يشوف مصيبه للمسيحيين. ايوه يرد يرد ف لحد ما وصل انجيل متى اصحاح 17 عدد 20: ان كان لك ايمان مثل حبه خردل تقول لهذا الجبل انتقل فانتقل. طب كويس، ده احنا عندنا لقيتها، لان ده اللي انا عايزه. عندنا الجبل الشرقي جسم على القاهرة ومخليها بلد مكتومة، يعني عايزين ينقلوا لنا الجبل. فراح للمعز وقال له: جلالة المعز اتفضل، ادي الجماعة المسيحيين اهو في انجيلهم، انجيل متى اصحاح 17 عدد 20 21: ان كان لك ايمان مثل حبة. كلام ده صحيح؟ قال: هم عارفش هنتصرف بقى، كانوا هم عندهم هذا الإيمان ينقلوا الجبل. فبعت المعز القداس البابا الأنبا أبرام وقال له: تعالى قداس البابا. وقعدوا مع بعض، قال له: في عندكم آية في الكتاب المقدس بتقول إن كان لك إيمان مثل حبة خردل تقول الجبل انتقل فينتقل، هل ده صحيح؟ الكلام ده صحيح؟ قال له: شوف كلام ربنا، السماء تزول والأرض تزول وحرف أو نقطة من كلام الله لا يزول. لا يزول. ليه؟ قال: خلاص ما دمك كده انقلوا الجبل. انقلوا الجبل. فالبابا الحقيقة هو قاعد معاه رفع قلبه عشان يجيب رد من فوق، وصلى في قلبه. فبعد شوية قال له: طيب يا جلالة المعز اديني فرصة ثلاث أيام عشان يصلوا ويتعبدوا لربنا سبحانه وتعالى. بالظبط كده. فاداله ثلاث ايام، راح البابا طلع قرار بابوي بالصوم والصلاه جميع المسيحيين لمده ثلاثه ايام صوم وصلاه، لان هذا الجبل ما ينتقلش الا بالصلاه والصوم. وطلع القرار وعرفوا المسيحيين كلهم. وراح البابا، كان في هذا الوقت الكاتدرائية أو البطريركية كنيسة العذراء المعلقة اللي في مصر القديمة. فراح قفل على نفسه هو أسقف معاه وبعض الآباء وقعد يصلي ثلاثة أيام. فات أول يوم، فات تاني يوم، وجه ثالث يوم قال له: يا رب خلاص الميعاد خلاص. بص لقى الصورة اللي انت شايفينها ديت اهي، العذراء ظهرت له وجايب رسالة من السماء معاها، والأنبا أبرام بابا بيظل هوت، والقديسة معاها الخرز واقف على الباب. بس هو الأول كان البابا العذراء والأنبا أبرام. البابا لما أبرام فقالت له: صلواتك لا تخف أيها الراعي الصالح والأمين، صلواتك وأصوامك ودموعك أنت وشعبك قد استجيبت، والرب سينقل هذا الجبل على يد واحد اسمه سمعان الخراز. تخرج الباب الغربي تلاقيه جاي من باب الغربي شايل جرة مية أو قربة مية، والعلامة إن عين اليمين مش موجودة. فشكر ربنا وشكر أمنا العذراء وخرج جاري، فتح الباب الغربي في الكدرائية لقى واحد جاي فعلا شايل جرة مية أو قربة مية، عين اليمين مش موجودة، وبص في عينه اليمين لقى مش موجودة. قال له: تعالى يا مبارك. قال له: يا سيدنا. قال له: أنت اللي تقلي جبل. قال له: أنا خطيت تشهد علي. قال: إيه خطيتك دي؟ اعترف له. قال له: أنا كنت شغال إسكافي، والأول مرة يعترف يقول الحقيقة، وأنا شغال إسكافي بصلح حذاء لوحدة، بصيت كده وأنا بصلح لقيت الساق بتاعها باين من تحت، يا رجلها كان زمان يلبسه جايب لحد الآخر. فروحت ماسك المخرز بتاع اللي أنا بخرز بيه، ورحت مطلع عيني
عصرتك عينك فاقلعها. قال له يا سمعان عصرتك عينك؟ ده العين الشهوة مش عين الجسد. الجسد دي بتشوف بيها وبتاكل بيها وبتشرب بيها وترى بيها وتشغل بيها. قال له عملتها ببساطة يا سيدنا خلاص. قال له زي عملتها ببساطة، ربنا يستخدمك في نقل الجبل ببساطة فعلا بإيمان. قد كان. بس فخرج، والمعاد كان 3 أيام، وبعتوا لسيادة المعز وقالوا لجلالة المعز احنا جاهزين، خرجنا للجبل. وخرج المعز بقى واتنقل الجبل. واتنقل الجبل كيريا ليسير، حصل له قداس الاول وراح بقى الكيريا ليسير يا رب ارحم، سجدوا نزل الجبل، سجدوا طلع لفوق جبل طلع معه، الشمس بقت من تحت. 3 مرات كل ما يسجدوا يعمل راح المعز وقف صرخ وقال له وقف يا مولانا، خليقة الله هلكت، لقد أثبتتم صحة إنجيلكم وقوة مسيحكم، وقف. وفعلا حصل زلزلة جبارة جدا، لدرجة المخطوطات بتقول إن جميع السيدات في ضواحي مصر ومصر نفسها الحوامل سقطت من شدة الزلزلة. طبعا الجبل بيتحرك. وبعد كده سموه جبل المقطم، كان اسمه الجبل الشرقي لأنه تقطم 3 مرات. لأنه تقطم 3 مرات. كل مرة ينزلوا يسجدوا ويرفعوا يرفع الجبل، 3 مرة لوقف. يا الله. ده الكلام ده مش في كتب إسلامية وكتب تاريخية وكتب، كانوا بيدرسوا الكلام ده في 6 ابتدائي وفي 2 أولى كلية أداب قسم تاريخ. وانت داخل الدير كده تحس جوهرة في قلب جبل، جوهرة بمعنى الكلمة، تفاصيله الحلوة، روحانياته الجميلة. يعني يمكن هو في جبل مقطم والجو برد جدا، درجة الحرارة 6-7 تقريبا، إلا أننا دفيانين إحنا. الجو جميل. كلمني بقى حضرتك، في سياح كتير، أنا شفت سياح وأنا موجودة، أنا وزمايلي موجودين، سياح بتجيلوا من جميع أنحاء العالم، استقبلوهم إزاي أبونا؟ بيعتبروه أن هو بالضبط زي القلعة اللي فرحنا على طول، وزي الأهرام وزي المتاحف وكل معالم مصر العظيمة. يعني بيجي يزور الدير بكثرة. والحقيقة ده موضوع مهم جدا، كنا بندرس ازاي ما يدخلوش في قلب المنطقة، علشان طبعا احنا بننظف القاهرة كلها وبنجيب القمامة هنا. أيوة. وده طبعا دي خدمة كبيرة. أيوة. يعني لو واحد الصفيحة ولا اللي بتحط فيها الزبالة قعدت يوم ما يقدرش يستحمل، أزمة، بيرميها قدام الباب عشان الرجل ياخده ويمشي. صح. فدي خدمة إنسانية حقيقي. وهنا طبعا في تراكمات، والحمد لله إن في شركة جديدة خدت المنطقة من ضمن النظافة، وهنقلوا كل البواقي الفرز يتودوه 15 مايل. عظيم. لسه قاعدين معايا الأسبوع اللي فات. عظيم. الشركة دي اتخذ غرب القاهرة كلها. وكمان الطريق يمكن انتوا جايين شفتوا بيبتدوا يوضبوا في المدخل، لأنه كان وحش عم بيه فيه صرف صحي، فابتدوا رئيس الحي شخص ممتاز جدا اللي هو محمد عبد الجليل، وبيبتدي يرصف فيه. لكن احنا الحقيقة علشان دير يعتبر سياحي، فكرنا كتير نعمل ايه عشان الناس تدخل مستريحة. فعملنا دراسة مع مكتب محرم ومشيل بخوم، لأنه نفق من برة من الطريق المقطم 250 متر تقريبا او 300 متر بكتير. لا انا جيت فيه في قلب الجبل نفق. ايوه حقيقي. بحيث الناس تدخل مستريحة، السواح والكلام ده كله. حاجة عظيمة فعلا. هو الحقيقة ده هيكلف كتير جدا، واحنا كتبنا للرئيس، كتبنا رئيس يعني يا ابونا الطريق اللي انا جيت فيه ده هيختلف، يعني انت حاطط له خطه قدام. لا، خاص بالدير. خاص بالدير. يجيبنا منين بقى؟ من طريق المقطم بعد الاذاعه والتلفزيون
على طول شمال في مهارة كبيرة جدا يدخل منها على جوه. عملنا الرسمات الهندسية زي ما قلت لحضرتك، مكتب محرم وشيل بخوم وكله وجاهز على التنفيذ. ابونا هتدعو لنا وتدعو لمصر كلها خلال ايام، يعني احنا نستقبل العيد في خلال ايام. ايوه بيطلع صوت دعواتكم ربنا سبحانه وتعالى. أيوه. تدعو لمصر ولشعبها وشبابها وولادها. مصر في قلبنا. الله. واحنا شعب مصر. والحقيقه اللي ربنا بيعمله رئيس الحكومه، رئيس الدوله والحكومه والدوله والشرطه والجيش، ربنا يساعدهم علشان مصر بقت مصر الحديثه، جمهوريه جديده. توصي شعب مصر كله بايه اللي بيشوف حضرتك معايا؟ اوصي شعب مصر كله ان احنا لنا اب واحد وام واحده، ادم وحواء. ملناش اب اتنين ولا حواء اتنين، اب واحد وام واحد، واحنا مصريين على ارض واحده، نشرب من نيل واحد وشمس واحده. وربنا يقوي رئيس الجمهوريه وزي ما قلت الجيش والشرطه وكل المسؤولين عشان رفعت مصر. لان اشعياء النبي قال في العهد في الزمان من 2000 سنه: مبارك شعبي مصر. واحنا فعلا عايشين في هذه البركه اللي السيد المسيح زار مصر وهو طفل وباركها بركه كبيره جدا. اعتبر دي اجابه للسؤال اللي بيحير العالم كله، ان احنا في مصر بنعيش مسلم ومسيحي ومسلم وقبطي، ايد واحده، قلب واحد، نفس واحده، اتحاد واحد، هدف واحد، رجانا خير مصر ومصلحه مصر. فعشا بقى معانا ابونا سمعان، وما تدعيش واسمع منك دعوه لكل مصري اسمعها منك. ما فيش اكتر من مبارك شعبي مصر، في اكتر، عايزين البركه. الله عليك. لكل كبير وصغير ومسلم ومسيحي ومصريين، معنا صباش كلمه مصري ومسيحي خالص، احنا مصريين. يوسف له قصة كبيرة جدا طبعا. لكن هو لما راح عند بوتيفار وزير الداخلية مع فرعون، انت قلت لي كلمة جميلة جدا، هو سيدنا يوسف مذكور عندكم وعندنا. طبعا معروف طبعا. فضت له القصر وألحت عليه مرارا رفض. فضت القصر وراحت ماسكاه من هدومه. فأمسكته بثوبه قائلة: اضطجع معي. فترك ثوبه في يدها وخرج إلى الخارج. جري. هي مسكت الصوت طبعا وجه جوزها قالت له: اتفضل. اللي وزير بقى الداخليه قالت له: اتفضل جايب لي واحد عبراني يدعبني، اتفضل ادي الصوت بتاعه. طبعا هو صدق، مع ان هو يا سبب وظلماه. حطه في السجن، قعد في السجن سنتين تقريبا. وكان في السجن ده الساقي بتاع الملك فرعون والخباز.
فاتنبأ لهم، كان ربنا في الشفاء يعني كشف له السر وقال له الساقي انت هتروح ترجع الملك والخباز هتقطع رقبته، وقد تم. وبعدين قال له كلمة واحدة، قال له اذكر قدام فرعون. ده يعني بنعتبرها ضعف يعني، هو ربنا اللي بيشتغل. فراح ولما رجع الملك حلم صعب جدا مش عارف يعمل فيه ايه. حلم ان في 7 بقرات سمان جدا و7 بقرات ضعاف جدا ومش عارف يفسر الحلم. جاب العرافين والكلدانيين وبيقروا مش عارف الكف والكنف ده كل ما حدش عارف يقول له حاجه. راح الساقي قال له يا جلاله الملك انا عندي واحد يعرف يفسر حلم. قال له مين ده؟ قال له هو اللي انا هرجع لك. قال له واحد اسمه يوسف الصديق في السجن. امر ان يجيبوه وقال له اتفضل انا حلمت 7 بقرات سمان جدا و7 بقرات نحاف جدا، ايه التفسير؟ قال له 7 بقرات دول التخان جدا دول هيبقوا 7 سنين شبع رخاء. رخاء. و7 سنين انه البقر دول 7 سنين الجوع. فتشوف واحد يمسك البلد معاك وياخد من 7 سنين يخزن الشبع عشان 7 سنين العجاف اللي بعده. اللي بعده. فرد عليه وقال له طب وانا هجد مين غيرك احسن منك؟ انت اللي فسرت الحلم. قال له انا ما اعرفش حاجه. قال له لا انت. فراحت القلادة بتاعة الملك الثانية في رقبة يوسف وخاتم بتاعه لبسهوله وجابوا المركبة بتاع فرعون الثانية يركبها مين؟ يوسف. ويلف كل اللي يلف يمشي بيها يسجدوا لمين؟ ليوسف. مين سجد ليوسف؟ مرات مين؟ فطفار. ودي ربنا بيدي نعمة لأولاده اللي بيشبعوا قلبه ويرضوه ويعيشوا في الطهارة والعفة يباركهم بركة غير عادية. قداسة البابا شنودة. قداسة بابا شنودة بقى كان شاعر عظيم الله ينيح نفسه وقديس. هو ذا الثوب خذيه إن قلبي ليس فيه، أنا لا أملك هذا الثوب بل لا أدعيه، هو من مالك أنت لك أن تسترجعيه. ده شعر قداسة بابا شنودة. وعندنا شعر تاني نشوفه مرة واحنا ماشيين. اتفضل. طبعا هنا حكينا على شمشون. ايوه. وهنا قلنا لما هو بيصلح الساق بتاع ايوه هنا بقى لما خلع عينه. اتكلمت لما خلع عينه. وهنا قلنا لما ظهرت العدرا للانبا ابرام بابا وقالت له لا تخف أيها الراعي الأمين فإن دموعك التي سكبتها في هذه الكنيسة مع الأصوام والصلوات أنت وشعبك قد استجيبت، والرب سينقل هذا الجبل على يد واحد اسمه سمعان الخراس، هتلاقيه جاي من بره وبعين واحد. أكتر حاجة بتميز الدير جو يا ابونا الجو بتاعه ولا منطقته الجبلية؟ لا منطقته الجبلية طبعا عشان احنا عاليين عن الارض عن كل ايوه سطح الارض تحت. أيوة. هنا بقى الجبل اهو. البابا ورا سمعان الخراز اهو مختفي، قال له اقف وراك ما حدش يعرفه. وهنا المعز اهوت ويعقوب بن كلس لما الجبل اتحرك وقع على وشه النايم على الارض. ايوه. مره زارني السفير الامريكي هنا فبيقول لي مين ده؟ ما رضيتش لان هو كان اصلا المهم. ايوه. اسألي عهد المعز قداسة البابا شنودة، اسألي عهد المعز فهو بالخبرة يعلمه، اسألي كيف بالإيمان حركت المقطمة جبل قد هز منك وذي شيء تحطمه. قداسة البابا شنودة سأل.
دي كنيسة المرقس، وده ماري مرقس هوت، والأسد بالله هو كان كاتب عظيم واللي كتب إنجيل مرقس. هنا الآية اللي تحت، جسدي مأكل حق ودمي مشرب حق. احنا عندنا بنقدم قربانة وعصير الكرمة. أيوة. يتحول عصير الكرمة إلى جسد، إلى دم المسيح، والقربانة إلى جسد المسيح. طب إيه اللي متغطي ده يا بونا؟ ده اللي بنحط فيه الكاس والقربانة. هنا بقى قداس بابا الشنودة زرنا وجي وقف هنا وشاف المنظر، الجبل شمال ويمين، وقال لا صورونا هنا بقى، وصوروه فعلا وانبسط قوي من الكنيسه دي. طبعا شكل سحر. لسه الكنيسه الكبيره ما بتاعها، ده الكلام ده في 94 ما خلصتش، دي كلام شايد فيه. طبعا المدخل للكنيسة اللي جوه، والقاعة كنيسة ماري مرقس، وقاعة قديس خلاص. كده احنا خارجين على فين يا بونا؟ دلوقتي هنروح على الكاتدرائية الكبيرة اللي هي كاتدرائية ستنا مريم. ايوه العدرة المرة القديسة معنا خلاص. ايوه وما الكنيسة القديسة معنا خلاص بعد ألف وشوية أول كنيسة تعمل باسمه هنا، وتعمل فيها أكبر مؤتمر يوم 11/11/11. أيوة صليتوا ودعيتوا كلكم لمصر، ومصر بقت كلها فعلا حقيقي بالبركة دي. صح. العالم كله كان بيشوف على الشاشات والتلفزيونات. واحد من ضمن في أمريكا قال لي أنا وقفت من أول الليلة لحد الصبح بعد القداس، مش قادر أقعد قدام التلفزيون من شمال القداس. برضو شكل المسرح الروماني يا بونا. بس مش دايما فيها كتير. افضل اقرأ لي ده الآية اللي فوقتي كده بعد إذن حضرتك. لا هنا الصليب والمجروح لأجل معاصينا، مسحوق لأجل أسامنا، تأديب سلاما عليه وبحور شفينا. دي نبوة على أشعياء 53 عدد 25. شو بعد كام سنة ألف السنين تمت. طيب أنا كنت أعرف إن ده باب القبر. أيوة. ليس هو هنا، ليس هو ها هنا. أيوة. لأنه قام كما قال الكتاب. يعني أنا صح كده؟ طبعا. أيوة. طبعا الحجر اتحرك والملاك بيقول للمريمات مش هو هنا، ده قام. طيب واللوحة اللي بعدهم؟ ده بقى اللي بعدهم الهروب لمصر. اهو يوسف والعذراء وراه اللي ركب الحمار وشير المسيح. شايف يا بونا الرسومات على الجبل لحد اخره. ما هو بدايه اول حاجه بشاره. ايوه بشاره العذراء بيبشر الملاك البشر، هو تحبرين وتجدي ابنه تسمي اسم يسوع. الثانيه الميلاد. الثالثه الهروب الى ارض مصر. هنا القيامة والحجر الكبير تتحرك ازاي. ايوه يعني الرحلة كاملة. كاملة بالظبط. هنا قداس البابا الشنودة لما زارنا. ايوه في سنة 76 قداس البابا الشنودة ليه مكانة في قلب كل المصريين. بالظبط كانت كبيرة قوي 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 يا بونا. بالظبط. احنا رايحين فين كده يا بونا بقى؟ ده هنا بعض المعجزات المسيح عملها
بشفاعة القديس سمعان الخراز. كل العجل ده كانت ناس عجزة وقامت وسابته. قامت وسابته؟ آه ما شاء الله. هنا إيه يا أبونا بقى؟ دي معمودية من عمد فيها الأطفال. أيوة تفضل. تحب ننزل من على السلم ولا ننزل من الأسانسير؟ براحتك. لا براحتك. لا هتشوفوا أحلى. تفضل خلي أسهل. لسه معمول الأسبوع اللي فات ده. ده عاملينه عشان المعوقين. تفضل. الشاشات دي بقى شوف الشاشات دي 8 متر. اه. علشان الناس تشوف اللي بقى ده كلها. واللي قاعدين هناك برضو قدامي يشوفوا هنا. أجانب طول الوقت يا ابونا، شايف الأجانب طول الوقت. اه ايوه ايوه طول الوقت. ايوه اول الرحلة بتاعتنا ما بدأت مع حضرتك واحنا شايفين أجانب. أيوة. كل الجنسيات. أيوة. كل العالم اعتقد. أيوة. دول يابانيين. ايوه بيعتبروه من الأساسيات في مصر. هذا الدير زي الهرم والقلعة والمتاحف وكده. هنا بقى واحنا دي مهمه قوي. اتفضل. واحنا بنوضب المكان لقينا العذراء شايله السيد المسيح. الله. وقعد على كرسي من غير ظهر، فسيبنا لها المكان ده ووضبنا المكان. اه دي كانت في البدايات خالص. آه بدايه التاسيس. آه انتوا جيتوا عشان كده اتسمت على كان هنا تراب كتير جدا وعوامل طبيعيه. شلنا قعدنا نشيل فيه باللوادر لحد ما لقينا المكان ده، والبقى استبات بقى كده، فبقى حاجة تانية. هو موجود من الأول بس ما كانش معمول الاستبات ديت ولا الهيكل كان موجود. طب ايه الطابلو ده؟ ايه البروز ده بقى؟ اتفضل. جسد القديس سمعان الخراز. ايوه ده. اه هنا طبعا المذبح والمسيح اهو، والقداس بيبقى عليه والشعب كله شايف وراه. ده جسد القديس سمعان الخراز. كان في حد بيسأل مش عارف مين كان بيسأل لقيتوه ازاي. ايوه هو الحقيقة القديس سمعان الخراز بعد ما اتنقل الجبل هرب عشان ما حدش ياخد مجد الناس يعني اللي عمل ربنا للشغل. فبعض الناس سمته المغاوري. لكن الحقيقة غار في الجبل. لما يدخل الجبل ده عملية انتحارية، واحد بيقتل نفسه. لكن هو هرب من المجد الباطل وعاش في مصر القديمة بلون الدرك. واحنا لقينا الجسد بتاعه في كنيسة العذراء هناك بلون الدرك، وهم بيعملوا ينظفوا تحت حائط كان فيه مية وبتاع بتاع الكنيسة. لقوا 2 بطاركة ومكتوب عنهم في التاريخ انهم دفنوا بجوار جسد القديس سمعان الخراز. ولقوا القديس سمعان موجود، جسده قصير، وقداس البابا طلع قرار ان احنا جبنا جزء منه هنا وجزء في المعلقة وجزء في الكنيسة اللي كان فيها. أيوة. ونشكر ربنا. هنا بقى ده. أيوة. جسد إليشع النبي وإيليا النبي. ايوه هما الاثنين دول بس جايبينهم من دير المحل ابو مقار جزء منهم. نحن جميعا نعبد الها واحدا لا اله سواه، له وحده يحق التسبيح والسجود والصلاه. نعبده حيث نحيا هنا، ونعبده ايضا في سماء. نعبده لأنه أصل الوجود ومانح الوجود والحياة. نعبده وحده إلها ولا نشرك به سواه. Thank you.
شكرا على سعه صدر حضرتك. ربنا يبارك. شكرا على الساعات الجميله جدا. ربنا يبارك وحافظ عليك. وشكرا على ضحكه حضرتك اللي من القلب في وشوشنا. ربنا يبارك يعني. شكرا جدا. ده احنا المتشكرينك. وهتوروا الناس ما يحدث في مصر. انا ما انساش احد الاباء المطرنا كان اسمه الباو الانبا فيلوبوس مطران الدقهليه. ده مطران بتاع بلدي انا بتاع الدقهليه. لما جه هنا من سنة 79 وشاف المكان ده كان لسه بقاش بالطريقة دي، قال هذا الدير مفخرة لمصر وللكنيسة في العالم كله حقيقة. ده كانت نبوة، كان قديس وراح السماء طبعا. فالحقيقة هذا الدير كده. واحنا في القريب العاجل جدا بعد زيارتكم منتظرين قداسة البابا تودروس هيزورنا بمشيئة ربنا قريب هنا. حضرتك قلت يوم 11/11 صلينا. أيوة. وده هين عايزة حضرتك تحكيها في مكان الجميل قوي ده وتقولها للناس دي. الحقيقة اجتمعت الكنيسة كلها في هذا المكان وصلينا فيه، وكان قداس البابا شنو بعتنا للأنبا تيموساوس يصلي معنا، وكانت ليلة تاريخية. الالاف اللي كانت موجوده ناس قالوا كان في حوالي 40,000 قد كان هنا، وكل اللقاءات والكنائس الثانيه مليانه، والتلفزيونات كانت طبعا بتصور وتصور وتنقل والعالم كله. فكانت ليله تاريخيه فعلا. بدانا فيها بالصلاه والتسابيح والترانيم والكلمات، وكانت فرصة عظيمة جدا من ساعة 7 مساء للساعة 7 صباحا. العالم كله اتفرج وشاف، وكانت بركة كبيرة لمصر. كنا بنصلي صلاة من أجل مصر، وعشان كده ربنا بارك واللي احنا شايفينه سيادة الرئيس العظيم عبد الفتاح السيسي، الرجل المحب، رجل الله، رجل المعجزات اللي أنقذ مصر كلها وحولها للجمهورية الجديدة. ده اختصار الموضوع، الجمهورية الجديدة. وحقيقة دي جمهورية جديدة. شايفين مصر ازاي؟ يعني حضرتك كحد مسؤول عن أقباط مصر، شايف اللي جاي ازاي؟ بتطمن أجيالكم بتقولوا لهم ايه؟ بالتأكيد أنا قلت الكلام ده هنا من 25 سنة. كانت قناة بي بي سي جاية تصور، بيقولوا ايه المشاكل اللي في مصر ومسيح ومسلم ومسلم ومسيح. قلت لهم يا جماعة حل المشكلة هي أن نكون نحن مصريين زي العالم كله، بطاقتنا مصري لا مسيحي ولا مسلم، كلنا واحد، أبونا آدم وأمنا حواء. وده اللي احنا منتظرينه، أن مصر تبقى كلها مصريين، أنا وإنتي وإنت وكلنا. بعض الآراء بتقول أن احنا لو عملنا ده هنبقى الجواز الإجراءات الاجتماعية بتاعتنا كما هي كما هي، مش هتغير الشيء. الشيخ بيعمل كتاب المأذون، المأذون أصب، والأسيس بيعمل إكليل، إيه اللي هتغير؟ أنا مش هنغير اللي احنا عايشينه، لكن هنغير عشان موضوع زي العالم يقول فلان سعودي. أيوة. فلان إماراتي. اسباني، اماراتي، امريكي. بس هذه كل الحكاية، ما يبقاش في موضوع التعصب. طول ما احنا وسطينا ناس جمال زيكم، وطول ما عندنا اجيال بيقودها ناس حكيمه، ان شاء الله بلادنا هتمر على خير. امين. بالتاكيد كل تاكيد. احنا منتظرين مجد عظيم لمصر اكتر من كده بكتير جدا جدا جدا، برئاسة عبد الفتاح السيسي الرئيس العظيم المجتهد المحب. لسه الأسبوع اللي فات رايح لبتوع بيعملوا الفخار ده وبتاع. أيوة. عشان يقلوا في مكان. أنا استغربت. أيوة. راح إزاي لهم وإزاي أكلمهم وبهدوء ومحبة. لما يجيب المعوقين يقعد حواليه ويقعد كل المحبة. ده الحب، ده الحب،
ده الانسان المتواضع. شوف ازاي يا بونا، شايف رئيس مصر متواضع محب جدا، عنده رؤية عظيمة لمصر ولشعب مصر. طبعا تحيا مصر يا بونا. تحيا مصر، مبارك شعبي مصر، مبارك شعب مصر، تحيا مصر، تحيا مصر، شكرا يا بونا، ربنا معك، ربنا معك.